كان شاب صغير حب نتزوج ندخل نخدم بالحلال والحلال يطلع كما نقولوا هنا الحلال يطلع دخل يخدم يخدم كما هو كما الناس يرخي شويه يدي يحطوه يبيع يبيع المعلم يحطه يبيع يشنف على الناس يقول لك ماشي حلو تاعي انايا يبيع يروح ولا الله لداك خدام بصح ماهوش بامانه عيا يجبد عيا ما يقدرش مصروف 5 ايام يروح دراهم هذا يروح ما يقدر يطم باش يتزوج ولا يشري شبره ولا يشري متر كريم باش يشريها ولا يكري ولا ما يقدر يدير والو قال لك انا شحال جبت عوام 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 الشهريه تروح هذا ما كاين والو ما درت التاويل ما قدرت نتزوج وني نكبر قال لك والله نروح نشوف واحد العالم هذا نطلب منه نصيحه راح لواحد العالم قالوا يا شيخ انا تعبت تعبت الدنيا هذه تعبتني عييت نطب عييت كذا في الحلال الحلال ما مشاش ما حبش يمشي قالوا ما درت والو هذاك العالم تاع واش قال له قالوا انا نقدر نقول لك كلمه واحده اتق الله وك اتق الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا هذيك الايه قالها له العالم قالوا اتق الله برك الشاب هذاك مشى راح بعد قال صح اتق الله عنده الحق هذا العالم هذا وحده خاطب راه هذاك الشاب طرح نفسه على نفسه سؤال قال ايه اتق الله راح الخدمه قال من اليوم باليوم الخدمه هي الخدمه نبقى نفسي نفس الخدمه نبقى فيها بصح نتقي الله 8 نبدا على 8 الناس نتعامل معاهم كانه الحانوت نتاعي على بالي مول الحانوت يدي 100 مليون في الشهر وانا ندي 300 في الشهر انا راني خدام ودرت معاها عقد بيني وبينه الله تبارك وتعالى 3 ملايين نديها صافيه وحلال نروح نصلي نروح نصلي قيس صلاه نولي وبدا يمشي بهذيك الطريقه يمشي 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 هذاك المعلم هذاك يشوف الانسان هذا شوف هذا الانسان هذا المعلم هذا عنده خدامي يعني حاجه كبيره ما يعرفوش المعلم ما يعرفوش واش دار في يوم من الايام المعلم هذا كيزقيلو تقول له روح تشوف جي معايا راني نبني في واحد الدار تخير معايا لافايونس نخير لي لافايونس عجبني الذوق تاعك عجبني كيش تبيع وتشري في الحانوت عجبتني الطريقه تاعك والذوق تاعك عجبني تخير معايا لافايونس وبعد يعيط له حبيت تخير معايا صال دو بان كيفاش داير تخير معايا الدخله تاع الدار تخير معايا الصبيغه زيد خير لي معايا الفتيات كيفاش عاملين الاثاث تاع الدار حتى كملوا الدار هذه قال له بارك الله فيك وليدي صحيت بعد سنتين بعد عامين ملي هذاك الشاب هذاك راح عند هذاك الشيخ وقال له اتق الله يجي ليه في يوم من الايام هذاك الشاب قاعد مازال له هذيك قال لك انا عامين وانا اتقي الله مازال هي والو اتقي الله ما دارت والو صح ولكن في يوم من الايام يسمع طبطيبه في الدار شكون المعلم جا خير ان شاء الله قال له حبيت تجي معايا داه للدار هذيك اللي كانوا يبنوا فيها خير قال له واش مازال تخير قال له حبيت نقول لك واحد الكلمه قال له انا عامين وانا نشوف فيك سبحان الله قال له احنا غايبين عليك غايبين عليك تخدم في الحانوت خير مني انا المعلم قال له تعرف انا قال له انا عندي بنت واحده ما كاش واحد في الدنيا يديها غير انت قال له والدار هذيك اللي كنت نبني فيها كنت نبني فيها ليك انت قال له على هذيك كنت مزقيلك انت تخير باش تكون الدار مبنيه على الذوق نتاعك لانك انت راح تسكنها قال له هذه البنت نتاعي انا هذه الوحيده انت ستكون الوريث الوحيد عندي المال تاعي هذاك المعلم بالنسبه لهذاك الانسان عباك واش يكون نهار جات طبلو بالنسبه لنا احنا كنا ننظر اليها بمنظور ايمانيه كنا نشوفوا بها بالنواظر تاع الدين تاعنا هذاك المعلم هذاك ماشي معلم هذاك المعلم هي كلمة اتق الله هي طبطبت له في الدار اتق الله قالت له اسمع شت فيه نهار كنت تستهزى بيا انا راني جيت بعد سنتين من تقوى الله عز وجل اسمع ربي سبحانه وتعالى قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب اسمع مليح اسمع مليح نشرح لك واحد الآية هذه بواحد الطريقة ما تلقاهاش في الكتابات اديناها من الكتابات صح انا نشرح لك الطريقة ما تلقاهاش في الكتابات شوف عبوكش معناتها يجعل له مخرجا معناتها والله ما كاين مخرج تجيب مليون واحد يقولوا لك اسمع اي مغلوقه بالبيطون ربي يتقب البيطون ويدير لك مخرج واش معناتها يجعل له مخرجا معناتها يكريينو يخلق له مخرج ما دارلوش حسابات لهذا قال ويرزقه من حيث لا يحتسب ما تكونش تستنى فيها على بالكم تحوسوا كاع المعلم هذاك بصح ان شاء الله ربي يطيحنا فيها لو كان يطيحني في واحد المعلم كيما هذا ونزيد
هذا واش تزيد يرحم والديك. تخرج 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 من الطرفة كاع تخرج. فان شاء الله ربي يرزقنا واياكم تقوى الله سبحانه وتعالى ومعليش ويرزقنا المعلم هذا كاسدي ها. فان شاء الله خير وخيرات كاسدي. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. هذه الآية يقول فيها العلماء تنطبق بذاتها على الانسان الفرد الواحد.